السلام عليكم الخوت، اليوم ان شاء الله غادي نديرو شرح ديال الدرس ديال ديفينيسيون اوتيليزاسيون ديال لي بويسون، يعني القوة غادي نعرفو شنو معنى القوة وغنعرفو الاستعمالات ديال القوة، وغادي نقولو لي ميثود اللي خاصنا ندير. ولكن قبل ما نبداو لي ميثود خاصك تكون فرحان ووجد واحد الورقة وقلم باش تسجل هاد المعلومات، لاننا غنهضرو على الدرس كامل مكمول. كان غادي نبداو بالمعلومات ديالنا. اول حاجه غادي نشوفوها هي كالكول دي بويسونس ديكسبوزون بوزيتيف، يعني غادي نحسبوا القوى اللي عندهم الاس موجب. ثاني حاجه غادي نحسبوا كالكولي دي بويسونس دو 10، يعني القوى اللي عندها الاساس ديالها هو 10. ثالث حاجه كالكولي دي بويسونس ديكسبوزون نيجاتيف، دابا غادي نحسبوا الاس او القوى اللي عندهم الاس سالب. ورابع حاجه اكري سو فورم دون بويسونس، يعني غادي نكتبوا شي عدد على شكل قوى. خامس حاجه غنخلي لكم واحد التمرين باش نشوف واش فهمتوا شي حاجه من هذا الفيديو او لا ما فهمتوش، وغادي نمشاو ونبداو اولا. Calculer des puissances positives d'exposants positifs. Une définition, soit A un nombre et N un nombre entier positif. Et donc, il y a un nombre qui est positif, et N est un nombre qui est positif. Quand vous avez la relation, il y a A ou N qui est égal à A, A, et N, le nombre qui est égal à 1. N est un facteur qui est égal à 2. Ou A. أس N يمكن لنا نقراوها A exposant N أو لا A puissance N مزيان. وقلنا عندنا بأن A أس 1 كتساوي 1 و A أس 0 كتساوي لنا 1، بحيث A كتخاف 0، وهذو حالتين خاصتين اللي خاصني نحفظهم ونعقل عليهم كيف ما بغى يكون العدد A. ونعطيو واحد الأمثلة بحال 3 أس 4 اللي كتساوي لنا 3 مضروبة في 3 مضروبة في 3 مضروبة في 3 اللي المجموع ديالها 81. وكذلك 532 أس 1 كتساوي لنا 532، كما قالت لنا القاعدة ديال لي كا بارتيكولي اللي محفظوهم. وعندنا عاوتاني في لي كا بارتيكولي كيف ما بغى يكون أ، عندنا 1495 أس 0 كيساوي لي 1. دابا غندوز الأمثلة الثانية باش نسدو هاد القراءة الأولى. المثال الأول هو ناقص 4 الكل أس 2 كيساوي لنا ناقص 4 مضروب في ناقص 4 وكيساوي 16. اما المثال الثاني هو 1 على 4 الكوس اس 3 اللي كيساوي 1 على 4 مضروب في 1 على 4 مضروب في 1 على 4، والضرب كنضربوا البسط في البسط والمقام في المقام. واحد الملاحظه اللي خاصني نرد ليها البال وهي ان ليكسبوزون فوق سيغ لو نومبر اونتي اون بارونتيز اللي هو ناقص 4 قال لي بانه نيجاتيف، وكذلك اللي عنده ليكسبوزون 3 اللي عنده الاس 3 بان ليا فراكسيون عدد كسري، يعني أ تاخذ اي عدد كيف ما بغات تكون. اذا القراءة الاولى واضحه وضوح الشمس. اذا ما تنساش انك ديرنا لايك تحت القناه وتبارطاجي لاشين ودير ابوني الا كنتي اول مره كتشاهد القناه. ونمشيو للقراءة الثانيه اللي هي كالكولي دي بويسونس دو 10. اذا في القراءة الثانيه قلنا لا ديفينيسيون اللي خصنا نعقلو عليها مزيان. اذا قالوا لينا سواء ان نومبر اونتي بوزيتيف، شنو معنيت منها؟ يعني من صفر حتى ل 100 مليون، يعني عدد صحيح طبيعي من صفر حتى بلس لانفين. يعني عندي القاعده 10 اس ان كتساوي ليا 10 في 10 في 10 في 10 في 10 في 10، يعني شحال ان فاكتور، يعني ان جوده ان 10، يعني بزيد صفر اخرى يعني 10 واحد، والان هو اللي كيمثل لي العدد ديال الاصفار من مورا الفاصله، وهذا الشيء غادي نشوفوه في المثال باش نفهم. والقاعده الثانيه اللي خاصني نعقل عليها هي 10 اس ناقص ان اللي كتساوي لي هي 1 على 10 اس ان. انا عارف 10 اس ان كتساوي لي 10 في 10 في 10 في 10 هي 1 على ان 0 اللي كتساوي بالمقلوب 0.1
عدد الأصفار واحد. وهادشي غنشوفو في المثال دابا الأمثلة. إذا المثال الأول هو 10 أس 5، يعني واحد وموراه 5 ديال الأصفار. مزيان. والمثال الثاني هو 10 أس ناقص 4، يعني 1 على 10 أس 4 اللي كتساوي 1 على 10000، يعني 4 ديال الأصفار. وملي كنجيو نكتبوا العدد اللي كيكون عنده الأس، يعني كنكتبوا 10000 مقلوبة، كنبداوها بالصفر وكنساليوها بالواحد. إذا الفقرة الثانية ديال كالكولي دي بويسونس دو 10 عجباتكم يعني، ما تنساوش أنكم تدونوها باش تعقلوا على القواعد. ونمشيو لثالثا اللي هي كالكول دي بويسونس ديكسبوزون نيجاتيف. دابا اللي عندهم الأس مالو سالب. غادي نشوفو الفقرة الأولى ديالنا ونبداو بالديفينيسيون. إذا سواء أ ديفيرون أ زيرو، يعني ما كيساويش الصفر، إي إن أن أونتي أن نومبر أونتي، و إن واحد العدد قلنا هو صحيح، يعني كيبدا من واحد حتى مليار، مية مليون، مية، يعني صحيح طبيعي. إذا عندي علاقة وحدة خاصني نحفظها اللي هي أ أس ناقص إن كتساوي ليا واحد على إن. وغادي نشوفو شي أمثلة باش نفهمو مزيان. فليكزومبل ديالنا هو 2 أس ناقص 4 كيساوي 1 على 2 أس 4 كيساوي 1 على 2 × 2 × 2 كيساوي 1 على 16، يعني الخارج 0.0925. غتقول 2 أس ناقص 4 كيساوي 0.0625. كيفاش أس ناقص 4 خرج لي العدد زوجي، يعني عدد موجب وهادي كيفاش؟ بغيتك دير اتونسيون بان ان اكسبوزون نيجاتيف نو سيني با فورسمون كو لا ريزولتا اي نيجاتيف. واخا يكون عندي الاكسبوزون فيه ناقص، راه ماشي من الضروره ان الخارج ديالي يكون سالب، ضروري يكون موجب. في الحاله هذه راه كاين الا كان هو بوزيتيف ولا كان فردي زوجي، هذاك هو وحده درس بوحديتو تنشوفو منه. وغادي نمشيو قبل ما ندوس كنتمنى ان القراءه الثالثه نالت الاعجاب ديالك مزيان وتبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالك، هذا هو الخير اللي غادي دير فينا. وغنمشيو للقراءه الرابعه اللي هي اكريغ سو فورم دو بويسونس. وغادي نشوفو في هذه الحاله لا ديفينيسيون اش كتقول ليا. وهنا غادي نطبقوا كاع القواعد اللي شفنا بريسيدامون، وغنعطيو شي امثله باش نعرفو تشوفو كيفاش تطبقو القواعد. اذا المثال الاول 8 مضروبه ب 8 مضروبه ب 8 كتساوي 8 أس 3، اذا عندنا واحد المتساويه ردينا على شكل فورم دو بويسونس. المثال الثاني عندنا 10000 كتساوي لينا 10 أس 4، طبقنا عليها عدد اصفار 4 رديناها هي أس. المثال الثالث 0.01 قلنا هي 100 بالمقلوب، يعني كديرو عليا هي 10 2 أس ناقص 2. والمثال الاخير عندنا 1 على 3 مضروبه ب 3 ب 3 ب 3 كيساوي لينا 1 على 3 أس 4 كيساوي 3 أس ناقص 4. وهنا غادي نخلي لكم ترينينتا هذا التمرين هذا اللي غادي نعطيك. اذا قال كالكولي دي بويسونس دو 10، عندنا التمارين calculer et donner les résultats sous la forme d'un nombre décimal ou une fraction. إذا نحسب وعطينا على شكل عدد ديسيمال اللي هو عشاري، أو لا على عدد شكل عدد كسر. إلى صوتي التمرين ديالك ما فيها باس تلتحق بنا على المجموعة ديالنا ديال الواتساب الخاصة بالرياضيات، وخاصة بالمجموعة خاصك تكون مأبوني في المجموعة باش تدخل المجموعة ديالنا. إلا ما كنتيش مأبوني في لاشين ما يمكنلكش تدخل المجموعة. وتال هنا الخوت كيسالي الدرس ديالنا اللي هو ديفينيسيون اي توليزاسيون ديال لي بويسونس. كنتمنى ان لو كون الاعجاب ديالكم